عليها وريتكم الطريقه. المهم راه حاره بزاف، غتبقاو تديو هاد القرعه وتجيبوها، غتديوها وغتجيبوها في هاد المنطقه هادي، ثم غنوريكم واحد اي 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 لا 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 ها ويلي 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 ويلي، هادشي حار، الله اكبر. هي 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 هي. المهم اللي بغى الزين صبر، القريص نحل. انا وريتكم الطريقه، بامكانكم تستعملوا شي قريعه اخرى اصغر او اكبر حسب الحجم ديال اليد ديالكم. راه تخلي لكم القطط بحال هكذا، كيما راه نفس هاد العلامات كديرهم الكديره في مناطق اخرى، فهمتوني؟ فما تخلعوش، راه لانكم غتستعملوها نهاريه جوج لا، نهاريه جوج لا، فاكيد غادي تلقاو نتيجه. ولكن المشكل الا كنتو كتخرجوا، يعني ناس غيقولوا لكم ما هذا يا هذا، اشنو هذا الشيء اللي في الديو. السلام عليكم والصلاه والسلام على رسول الله، كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال. فيديو اليوم عباره عن طريقه جد رائعه وفعاله لتسمين اليدين بالنسبه للبنات اللي عندهم المشكله ان يديداتهم رقاق بزاف. كي غنخلي لكم كذلك واحد من بين التعليقات الملحه جدا على هذا الوصفه، وكذلك البنات اللي كيكونوا عندهم العروق اللي كيكونوا خضرين زرقين، المهم راه داكشي راه عادي، راه ما كايناش شي وصفه انها تحيد لك العروق. بلا ما يكذب عليكم حتى شي واحد يبقى يقول لكم وصفه لازاله عروق اليدين، راه ما كايناش، لان اصلا هاد الجلده هادي رقيقه عندكم بزاف. فواش كاينه شي وصفه كتغلط الجلده؟ غنعطيكم انا واحد الطريقه اللي كيديروها الصحراويات وراها فعاله فعاله ان اليدات ديالكم يغلاضوا بطريقه جد سهله وبسيطه. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني دائما على الكريمات لزياده الوزن، راه غادي تلقاوهم على القناه، فقط كتبوا كريمات لزياده الوزن ابداعات نهى للنواعم، راه غادي يطلعوا لكم بمجرد ما غادي تكتبوهم في البحث. فانا غنعطيكم اليوم وصفه جد سهله وبسيطه، وكذلك غنوريكم واحد الوصفه كذلك سبق وعملناها مع بعض. اول حاجه غادي نحتاجوها، ما بغيتش نخلعكم، ولكن ما غاديش نبدا لكم بالحاجه اللي غتخلعكم. كنت بغيت نوريكم الموس. طبعا ماشي غادي نقطعوا يدينا، هذا غنقطعوا فيه الشمع. وغادي نحتاجوا الى زيت الحلبه، طبعا انا دائما كنصاوبها في الدار هي، وزيت وزيت عفوا الحمص، ولكن تقادوا ليا سالاو. عارفين مع هذا البرد راه العكز العكز الله يحفظ، فما صاوبتهاش وغنستعمل معكم هذه. وغادي نحتاجوا لهاد الموز هذا باش نقطعوا به الشمع. غنصاوبوا القديره لليد، نوريكم واحد الكريم اللي غتصاوبوه ان شاء الله بوحدكم في ديوركم، انه غادي يسمن لكم اليدين. بعض البنات غيقولوا ويلي مالي يديك انت اصلا اليدين ديالك ما سمينينش ما عرفتها شنو. انا البنات نقول لكم واحد الحاجه، انا كنجيكم دائما نيشان ما كنكذبش عليكم، انا قولي لي داومي على الوصفه ديال التبييض، قولي لي داومي على الوصفه ديال الشعر، تقولي لي داومي على شي حاجه ديال الغلظ، ما نكذبش عليكم. انا من الناس والناس اللي كيعرفوني ديما ها هي بدات الريجيم، ها هي عاوتاني يلاه جالسه لا الريجيم، ها هي بدات الريجيم. من الناس اللي كنكتسب الوزن الحمد لله يعني بالزربه بالزربه، ولكن ما كيعجبنيش انا نكون غليظه بزاف. وبالنسبه لليدين انا عاجبيني هكا، يدي عاجبيني هكا، ما بغيتهمش مازال يتنفخوا ولا يزيدوا ولا. طبعا هاد الوصفه بالنسبه للبنات، البنات عفوا اللي ديداتهم ارقاق بزاف. شفتوا معايا قسمتها، دابا ها هي الطريقه، غادي نحيد شويه بشويه ها باش نخرج هذاك الخيط. شفتوا معايا، وبالنسبه للطريقه ديال القديره، الطريقه الصحيحه ديال القديره لمناطق اخرى، راه غادي تلقاوها غير بعدو على الصدر، ما تلعبوش في الصدر، ما ديروا اي وصفه للصدر، راه حساس بزاف بزاف. وانا الوصفات اللي عطيتكم للصدر راه وصفات امنه امنه جدا، ما كنعطيكمش انا شي حاجه خاصه بالصدر هكذا لا ديروا القديره لا، بالعكس القديره لا ديروها بعدا للصدر غتسبب لكم ترهل للصدر. ها هي شفتوا معايا، هاني خرجت هاد الخيطه وغيبان معكم. دابا احنا غنحيدوا هاد البواقي، بواقي الشمع، وغادي نجيب هادي واحد المهم اي غطاء بحال هكذا، وغنجيب شي قريعه صغيره اللي غتجيني قد يدي، فهمتوني بلاتي باش ندير معكم. ها غتجيبوا قرعه صغيره، بامكانكم هذه الطريقه تستعملوها الكامل اليدين ديالكم والذراعين، ولكن ما كنصحكمش ما ديروهاش للذراعين، غير استعملوها اليدين بالنسبه للبنات اللي عندهم المشكله ان يديداتهم رقاق بزاف بزاف، ماشي مشكله. ما بالنسبه لا سميتو للذراعين الفوق راه كيزيدوا، غير توصلوا واحد المره غيزيدوا بوحدهم. فقلت لكم المهم بلاتي غنبدا معكم خطوه بخطوه. اول حاجه كنهزو هاد الشمعه هادي، كنحرقوها هكذا من الاسفل باش نثبتوها مزيان في هاد
في هذا الغطاء راه نفس الطريقه اللي غادي تعملوها للقديره في مناطق اخرى من الجسم. طبعا هذا الشيء ما بغاش يتلصق ليا. يا لهوي تحرقت. يا الله هيا دابا ثم غادي نشيلو هادي. ها هي كتبان لكم اكيد. هاني غنحطها على جنب وغادي ناخذ الحلبه ديالنا. بسم الله ها هي. وغادي ندهنوا يدينا جيدا المنطقه اللي بغينا نستعملوا فيها هاد الوصفه. وكذلك غنعطيكم واحد الكريم مرافق. ما تقولوش ليا راه ما يمكنش نستعملوه، راه سهل وبسيط. غنعطيكم جوج ديال الكريمات، انتم استعملوا المهم حاجه اللي عجباتكم. وغتقلبوا على شي قريعه صغيره صغير كرونه ياكم، غتستعملوها للاصابع. طبعا غتقول لك غنديروا شمعه كبيره وكذا وكذا. غادي تاخذوا واحد الورق، داك الورق ديال الزبده ولا اي نوع من الورق، ثم غادي تحرقوه. وغادي تاخذوا اي قنينه صغيره تكون مثلا صغيره قد هاد لابيلو هذا مثلا. وغادي غتشوفوها معايا في فيديوهات اخرى ياك بلا ما نخربقكم دابا. المهم غادي تبداو تمصيو. اول حاجه الا بغيتو غادي تاخذوا واحد الفوطه تكون ساخنه ياك، ثم غادي نوضعوا هاد الشمعه هادي ياك. انا غنعمل لكم غير تجربه ياك يا البنات. المهم ثم غادي نشرح معاكم يا البنات. قربت لكم الكاميرا اكثر باش يكون واضح. طبعا هذه العلامه اللي خلاها فيا الاستاذ ميشو. البنات اللي متابعيني راه عارفين شكون هو ميشو. ثم غادي نضغط هكذا. المهم راه حاره والله يا البنات، الا حاره ها هي شوفوا. المهم هي تفشات ليا في البلاصه لان حركت يدي. ما خصكمش تحركوا يديكم. المهم غنعاود معكم التجربه. راه كتبغي يا البنات شويه هذا الخاطر ياك. اللي بغى الزين اشنو يبغى العسل يصبر القريص النحل. المهم غادي تحاولوا ترطبوا يديكم، ما تعصبوش ياكو، خليوا يديكم مرخوفه مرخوفه. ثم غادي تضغطوا بهذا الشكل. عرفتوا حاره حاره يا البنات، بغيتكم غير تشوفوا. شفتوا غنحرك يدي عاوتاني غتفش ليا. ها هي شفتوها، ها هي طلعت ليا الجلد. ثم الله 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 ما نقدرش عليها يا البنات. انا وريتكم الطريقه ما نقدرش اي ما نقدرش عليها، وريتكم الطريقه. المهم راه حاره بزاف، غتبقاو تديو هاد القرعه وتجيبوها، غتديوها وغتجيبوها في هاد المنطقه هادي. ثم غنوريكم واحد اي لا 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 ها ويلي 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 هادشي حار. الله اكبر. هي 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 الله. شوفوا يا البنات البلاصه، البلاصه كي ولات حمراء، عرفتوا حمراء. المهم اللي بغى الزين يصبر القريص النحل. بامكانكم تستعملوا شي قريعه اخرى اصغر او اكبر حسب الحجم ديال اليد ديالكم. راه تخلي لكم القطط بحال هكذا، كيما راه نفس هاد العلامات كديرهم القديره في مناطق اخرى، فهمتوني؟ فما تخلعوش راه لانكم غتستعملوها نهاريه جوج لا، نهاريه جوج لا، فاكيد غادي تلقاو نتيجه. ولكن المشكل راه كنتو كتخرجوا، يعني ناس غيقولوا لكم ما هذا يا هذا، اشنو هذا الشيء اللي في يديكم. المهم راه صعيبه بزاف. فكما قلت لكم غنوريكم الكريم المرافق، وبامكانكم تستغنيو على القديره لليدين وكذلك لهاد البلاصه هذه. فالكريم سبق وشفتوه معايا على القناه، وراني سبق وهضرت عليه وقلت لكم هو غنجبد لكم. وقلت لكم والله يا البنات الا صوبت هذا الكريم ها هو غالي الثمن، وراني ما استعملتوش نهائيا. ها هو هيتو من الثلاجه. المهم كنت حاطاه تحت البوطاجيغ، ها هو سائل. كنت صوبته بدروات الجمال، صوبته معكم بامكانكم تستعملوه ودهنوا به اي منطقه بغيتوها تزيد ما عدا الصدر. طبعا ما عدا الصدر غنحاول نرجع هكا احسن. قلت لكم ما عدا الصدر. فهذا الكريم صراحه جد رائع، صوبوه راه غادي تلقاوه على القناه. وغادي نحاول شوفوا غادي نحطوا لكم بالنوافذ اخر هذا الفيديو دوك المربعات او المستطيلات الصغار راه غادي تلقاوه. بالنسبه للبنات اللي عندهم الحساسيه هاني قلتها لكم وكنعاودها لكم، ما تجربوش هذه الطريقه الله يجازيكم بخير، ولكن تحت الحاحكم. كذلك راه كتلحوا عليا انني نصاوب لكم التحاميل، راه ما غاديش نصاوبهم يا البنات، ما غاديش نكذب عليكم. كاينين قنوات صوبوا التحاميل، فانا ما نقدرش نتقلد ونعطيكم دوك التحاميل وتصدق شي وحده عندكم عندها مشكله مثلا في الكلاوي ديالها، عندها مشكل البواسير. وانا صراحه اي حاجه فيها ضرر
ما غاديش نقدمها نهائيا، لان الانسان ما ضامنش عمره. اليوم نحن في الدنيا وغدا في الاخره، وكلنا غادي نتحاسبوا. انا الحاجه اللي ما كنتش متاكده منها راني ما غاديش نحطها لكم، لاني كما قلت لكم الهدف ديالي انكم ترحموا لي على الام ديالي وتدعيوا لي بالصحه معايا ومع الاسره ديالي، والهلا يخطيكم. فهذا كفايه. المهم شوفوا يا البنات، شوفوا هاني كنوريكم، شوفوا معايا يدي كي ولات، هاني كنوري لكم باش ما تقولوش راه كذبتي علينا وناري انا مشيت درت هاد القديره ليدي وخرجت لي على يدي البنات وكذا كذا. انا وريتكم، ولكن خاصها الصبر. انا اختي ما نقدرش نصبر عليها، حاره حاره بزاف. فكنتمنى يا رب يكون هذا الفيديو نال اعجابكم الطريقه ديال هذا الكريم، راني غنحطها لكم بالنوافذ اخر هذا الفيديو. وكذلك الطريقه الصحيحه مليون بالمئه القديره راه غادي تلقاوها كذلك على القناه، واللي الوزن ديالها متوسط وقوامها متناسق عافاك الله يجازيك بخير، بلا ما تزيدي في الوزن ديالك. الحلاوه حلاوه الروح. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.